غادر البلاد اليوم فخامة الرئيس إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل والوفد المرافق له متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي بعد زيارة لمملكة البحرين أجرى خلالها الرئيس الإسرائيلي مباحثات رسمية مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تناولت تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وسعادة السيد إيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى المملكة، وعدد من المودعين.